الاخوات، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير وعلى خير، نتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، ثاني عاود غادي نهبط العربيه، راني ولفت العربيه ولفت الطبيعه والورود تبارك الله، والخير موجود ان شاء الله يا ربي، الله يكمل العام بخير. وهانتوما معنا حبابي، ومرحبا بكم عند الدكاليه حرك ديما. واش مفطرك؟ الله الطبيعه غزاله تبارك الله يا ربي، الدنيا غزاله. وهانتوما معنا خوتي، مرحبا بكم عند الدكاليه حرك الاداء، ومازال غنساريكم ونوريكم داكشي ديال العربيه وداكشي زوين تبارك الله. وكنشكر الناس اللي كيكتبوا التعليقات الزوينه، والسيده اللي برا في الخارج ما عرفتهاش الدين قالت لي شهيتيني في الرفيسه، ما كرهتش ان شاء الله نجي عندك، ونتمنوا من الله يا ربي يا ربي ان شاء الله تفتح الحدود وتوعد علينا هاد كورونا وترجع لي المجاريها يا ربي. والسيده اللي طلبات مني الخبيزه ان شاء الله راني خازلها في الفريكو، كتوحم انا ما عرفتش اختي فين كاينه، الا كنت هنا في المغرب وكنت تقريبا عندي جي عندي اختي، مرحبا بكم صوبها لك، علاش لا، مرحبا والف مرحبا ان شاء الله يا ربي. وهادشي هو مكان، وهانتوما معايا خوتي. دابا حنا مازال شادين الطريق، وحنا وصلنا حدا فواحد المنايضر زوين تبارك الله الطبيعه والورود، وقلت والله تنشاركها مع المتتبعين ديالي، وانا غنهبط من الطوموبيل ونشارككم معايا شويه. ومرحبا بكم، ايوا خوتي ما صحيناش بيكم وبسلامة. وما تنساوش حطكم دكالية لايك 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 واشتراك عند القناة، ومرحبا بكم، ونشكر الناس تاع الغربة مرحبا بهم. السيدة اللي قالت لي دير لي الخبيزة عجبتني دير الخبيزة، جي عندي اختي من الحين ان شاء الله يفتح الحدود، جي عندي مرحبا بك ونصوبها لك، مرحبا بك ومع السلامة.